مرحبا، كيفكن يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رح اعمل ألذ كريسبي دجاج بطريقة كتير سهلة وبسيطة وناجحة 100%، ومثل الجاهزة وأطيب، مع كل أسرار نجاح الكريسبي وكيف الدجاج يكون مستوي 100% ويضل لون الكريسبي حلو وبتتبيلة كتير كتير طيبة. وهلا رح اترككن مع الوصفة. بالبداية رح نحتاج كيلو ونص من فتايل الدجاج، والفتايل هن قسم موجود بصدر الدجاج من الخلف، يعني إذا جبتوا صدر دجاج بيكون فيه فتيلتين. وبالكريسبي حصرا لازم تستخدموا فتايل لأنه بتكون أطرى من الصدر وبتستوي أسرع، يعني حتى وهي نية إذا بتضغطوا عليها شوي بتلاقوها انقطعت لأنه كتير طرية وما بتكون ناشفة مثل الصدر. وبضيف عليه هون كاستين من الحليب، تقريبا نص لتر حليب، ونص كاسة من اللبن اللي هو الزبادي، والملح حسب الرغبة. أنا بضيف عليهم تقريبا 3 معالق صغار ملح، وبدنا معلقة خل أبيض. للبهارات معلقتين صغار كاري، معلقتين صغار بصل بودرة، معلقتين صغار كزبرة يابسة، معلقة صغيرة ثوم بودرة، نص معلقة صغيرة فلفل أبيض، ومعلقة صغيرة زنجبيل. بحركهم منيح مع بعض وبعدين بنزل عليهم فتايل الدجاج. وعلى الخليط والبهارات اللي حطيناهم حبيت ضيف كم حبة هيل، كسرتهم وحطيتهم، هيك بيعطوا نكهة وريحة حلوة للدجاج. وهلا بنزل الدجاج على الخليط اللي عملناه وبعدين بحركهم مع بعض، بعدها بحطهم بالبراد وهن مغطيين يا اما بستريتش يا اما باي غطا، وبتركهم منقوعين بالتتبيلة لمدة من 12 ساعة ل 48 ساعة، يعني اذا في عندكم وقت فيفضل تتركوه من اليوم كامل لليومين. انا تركتهم يومين فطلع دجاج كتير كتير طري، وكل ما تركتوهم بالتتبيلة اكتر كل ما شربوا من البهارات ومن النكهات وطريوا اكتر. وهلا من بعد يومين رح جهز خليط الطحين. رح نحتاج 800 جرام طحين تقريبا، وبضيف عليهم ملح حسب الرغبة، انا ضفت معلقة صغيرة، ومن كل شي بهارات حطيناهم بالتتبيلة، يعني ثوم بودرة وبصل بودرة، كزبرة وزنجبيل، فلفل ابيض وكاري، وضروري تضيفوا معلقه نشا كبيره، انا ضفتها بس وقت ضفتها انحذفت اللقطه، والنشا هو اللي بيعطي الكريسبي القرمشه لهيك لا تنسوها. وهيك بيكون خليط الطحين جاهز. هلا رح نجهز الخليط اللي بدنا نبلل الكريسبي فيه. عندي تقريبا لتر من المي، بحط فوقه بيضه وتقريبا معلقتين طعام من الخل الابيض، وبخلطهم منيح مع بعض. وهي فتايل الدجاج بعد يومين من النقع، ما بتصدقوا قديش شربوا من البهارات ومن كل النكهات ومن الحليب وصاروا كتير طرايا. وهلا رح نبلش نطحنهم. اول شي بشيلهم من خليط النقع تبعهم وبنزلهم على الطحين، وبلهم شوي صغيرة بالطحين، يعني بس مجرد تتغطس بالطحين، وبشيلهم بنفضهم منيح من الطحين الزايد، وبعدها بعملهم غطة بالمي وبطلعهم وبنرجعهم على الطحين يسبحوا شوي، بس ما تتركوهم على راحتهم، يعني خنقوهم وغرقوهم منيح بالطحين، يعني لازم تكبسوهم كتير منيح وترصوا بايديكم عليهم لحتى يعملوا حراشف، يعني حتى قبل ما نقليهم لازم يكونوا عاملين حراشف عقد ما سبحوا بالطحين. ويفضل انه فورا تطحنوهم وتقلوهم، يعني مو تعملوا كل الكمية وبعدين تقلوهم، لانه اذا طحنتوهم كلهم واجيتوا تقلوهم رح تلاقوا انه الطحين اختفى، يعني الدجاج والتتبيله غبت الطحين وبتصير فتيله الدجاج بتدبق وكانه ناقصه طحين، لهيك لازم فورا تطحنوهم وتقلوهم، او فيكن على حسب المقله تبعكن قديش بيوسع طحنوا فوج وقلوه فورا، وعبين ما ينقلب تكونوا طحنتوا الفوج اللي بعده. وهلا اجى وقت القلي لحتى نختبر اذا الزيت جهز وصارت حرارته منيحه. يلي عنده ميزان لازم تكون حرارة الزيت 160 تقريبا،
يلي ما عنده بسيطة بهي العجينة يلي بتتشكل عندكم من عملية الطحين يلي عملناها، تاخدوا جزء صغير وبتنزلوه بالزيت، لازم فورا يطلع لفوق. هلا بهي مثل ما شايفين ضل تحت، معناها الزيت لسه ما حمي وما جهز للقلي. وهي تاني مرة مثل ما شايفين من لما نزلته فورا طلع لفوق، فهيك بيكون الزيت جهز. وهلا رح نبلش نقلي الكريسبي. بتنزلوا قطع الكريسبي على حسب المقلة تبعكم قديش بيوسع، بس المهم ما يكونوا فوق بعض. انا وسع 4 قطع بس، بعدهم شوي عن بعض اول شي وبعدين بتركهم لحتى يتقلوا، وما بياخدوا وقت كتير، تقريبا دقيقتين بس على كل وجه. وهي هيك بعد دقيقتين هيك بيكون جهزت الكريسبي. في ناس بتحب لونها فاتح، فيكن تحطوها وهي فاتحة، فيكن تأمروها اكتر بشوي، انا بحبها مأمرة اكتر. وعلى الحالتين اذا لونها فاتح او غامقة فهي بتقرش ومستوية 100%، يعني حتى وهي لونها فاتح ما بيأثر، مستوية على الأكيد. وبعدين بشيلهم وبحطهم على مصفاية، وأهم شي الزيت تكون حرارته منيحة وظابطة، لأنه إذا كان حامي ونزلته الكريسبي فرح يغمق لونه فورا والجاج ما رح يستوي. أما إذا كان الزيت لسه مو حامي فرح تغب كتير قطعة الكريسبي زيت وحتطلع درها ومو طيبة. وهي الفوج الثاني عملت لونه فاتح للناس اللي بيحبوا لونه فاتح، مثل ما شايفين فرق اللون، واحد فاتح والتاني غامق، بس المهم انه اثنيناتهم مستويين وما في ألز منهم. واهم شي انه طالع لهم حراشف وعم يقرشوا غير شكل. والتقديم وطريقة الاكل مثل ما بتحبوا، صحتين والف هنا، يعني مع سمون او مع خبز، مع كاتشب او مع كريم توم، او مع صوص الشدر يلي عملناه بالفيديو السابق. بجميع الاحوال وكيف ما كانت طيبة وبتشهي وألز واوفر من الجاهزة بكتير. ولا تنسوا تحضروا صوص الشدر يلي عملناه لانه كتير كتير طيب مع الكريسبي. هذا هو الشكل النهائي، بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا. جربوا وصفة الكريسبي بطريقتي لانه ما في ألز منه وناجحة 100%، ومن اول مرة رح تعملوها رح يطلع معكم كريسبي اطيب من الجاهز بكتير، وبتتبيلتها وبقرشتها ما في ألز. ولا تنسوا تحضروا فيديو صوص الشدر، كمان رح احطلكم الرابط بصندوق الوصف، لانه كمان لازم تجربوه مع الكريسبي وما بتندموا. ولا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي بنزله. باي باي.